كاين في الاوتيل في لاس بالماس فهمتيني، هذا باش قريبا كملت 3 شهور. المهم كرز روح درت معاه المجهودات، قالت لينا ودي راه غادي نشوفوا كيفاش غنديروا لكم التحاليل. المهم غير تشاوروا بعدا وكذا، يدفعوا بحال قلتي يدفعوا لينا الدوسي ولا شي حاجه، يتشاوروا وعاد ديك الساعه يشوفوا لنا التحاليل. وبغينا شي حل بينا نرجعو شي المغرب، لكن شي حل بسيط دغيا. والله العظيم ما حامل نزيد شي 10 ايام انا هنايا على حسب ولادي بقاو فيا، قسما بالله والله العظيم والله العظيم الا ما حامل نزيد والله 10 ايام هنا بقاو فيا الدراري والله العظيم. خليت بنية صغيرة عندها ما عندي لا باسبور لا فلوس لا والو فهمتيني، غير واقف ترى بيت كاع نطلع لفوق، ما عندي كيفاش نطلع فوق وما يمكنش ليا نطلع لفوق. وليد انا بيت نريح على وليداتي خير، وليد تلقاني عبد داكشي اللي قسم الله. خويا نصور هذيك 50 درهم ولا اللي جاب الله نتشاركوا مع وليداتي مقاربين حدانا، الله يجعل البركة احسن من هاد التكرفيس ديال هنايا. انا كيبان لي حيت جيت هنا عاد شفت بعيني، كنا كنسمعوا كذا هادي هادي، ولكن ملي جيت انا هنا شفنا بعينينا وشفنا داك السمو، لان عجبتني اخويا اللهم اخويا نعيش بحد اللي قسم الله نعيشه مع ولادي مريح وضحك معاهم ولعب احسن ليا من هنا. الله يجازيك بخير، خليت بنية وبقات فيا وما عرفتش اش نحل. داتنا كروزرو خاصة راه تندرت المجهود والله، داتنا البارح داتنا عند البوليس من باش ترجعنا حنا شي 6 فهمتيني. داو واحد خاين عنده باسبور داو مازال البارح دغيا، داو وصل العيون مازال البارح، وحنا يا 5 رجعونا قالينا ودي خاصك تمشي عند القنصلية تخلصوا واحد الورقة ما تديش. اخوان الاخوات المغاربه داخل وخارج ارض الوطن، السلام الله عليكم، مرحبا بي عندكم من جديد فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال. خوتي كما سمعتم معايا هذا مغربي جا حارق يعني من المغرب وموجود بجزر الكناري. هذا السيد باغي يرجع بحاله، ماشي غير هو بوحده بل عدد كبير من المغاربه اللي جاوا وما لقاوش داكشي اللي كانوا يعني كيتخايلوا اللي كانوا كينتظروا هما، ودابا باغيين غير يرجعوا بحالهم. وبحكم هما ما عندهم جوازات السفر ما بغاوش يردوهم. ثم غادي تسمعوا الاوديو الكامل، كذلك هذا الفيديو فيه معلومات مهمه نتمنى انه ينال الحق ديالو من الاعجاب، ما تبخلوش علينا باللايكات والبارطاج اخوتي باش تعم الفائده، وباش حتى الناس اللي مازالين في المغرب ومازالين كيفكروا انهم يحرقوا يعني يسمعوا هاد الشهادات هذه الصراحه اللي هي جد مؤثره. انتم غادي تسمعوا التسجيل الصوتي الكامل. كذلك كاين مغاربه عديمي الضمير والاحساس كيستغلوا الظروف ديال هاد المهاجرين وكيتخلصوا منهم باش يعطيوهم واحد الشهاده، واحد الشهاده اللي بالامكان ديالهم انهم يخرجوا جواز السفر. هاد الشهاده كاين اللي كيتخلصوا فلوس كثيره من عند هاد الناس هادو، وما كيكونش فيهم داك الشروط المطلوبه باش تعطى لهم داك الشهاده. غادي نقول لكم يعني اذا شي واحد هي ماشي شهاده سكنه ولكن غير التزام، هاد الالتزام كيتعمل عند نوطاريو باللي انت عندك الدار عندك الكونترا ديالك، راه خص يكونوا فيك شي شروط باش هاد الوثيقه تكون مقبوله من القنصليه المغربيه باش تقدر تخرج جواز السفر. يعني هاد الاوديو اللي سمعته غادي نخليكم مع الكمال ديالو، كاين استغلاليين عديمي الاحساس والضمير يعني اللي كيستغلوا هاد الناس هادو كيتخلصوا من عندهم يعني كل شيء بالخلاص، حتى التنقلات بالخلاص كل شيء وفلوس كثيرة ما يعقلوش عليك. مهم نقول لكم اخوتي سمعوني مزيان، يعني الشخص بعد خصو يرافقك عند النوطاريو يكون عنده العقد ديال الكراء. مهم غادي نقول لكم الشروط، ها الشروط التي يجب اتخاذها للحصول على هذه الوثيقة على تصريح إقامة شخص معك في نفس العنوان. أولا وجوب يعني حضور الشخص صاحب المنزل واللي كيسكن معاه، وخصو لابد كما قلت لكم يكون له يكون عنده العقد ديال الكراء بالاسم ديالو. ثانيا الوثائق ديال الهويه يجب ان تكون اصليه
بطاقة الإقامة زائد جواز السفر زائد وثيقة تثبت الهوية مع تأشيرة سارية المفعول البطاقات التعريف وثيقة التسجيل لكلا الطرفين. رابعا يجب أن يكون العنوان معتمدا، يعني أوراق الملكية ثبوت حق الملكية، وله الحق في استعمال السكن، وإذا كان المالك متزوجا يجب أن تكون موافقة الزوجة على ذلك حسب الفصل 1320 ووفق الشروط المحسومة بالسكن. خامسا يجب أن يقوم المالك أو من يريد فعل هذه الشهادة أن يقوم بالالتزام بأنه لم يطلب يعني من قبل هذه الشهادة. سادسا يجب تضمين البيان والالتزام ما هو الهدف يعني من هذه الوثيقة أو الغرض الذي تفعل لأجله. يعني المهم قريتها عليكم، أنا خليكم مع بالإسبانية وخليكم الصور بالإسبانية ديال هاد الوثائق اللي هنا بالإسبانية كيقول comparecencia de ambos interesados، يعني لابد بجوج بهم خصهم يكونوا، هذا الشرط الاول باش يمشي، ومن بعد سي دي في اكسيفير ا النوتاريو كونفورمي على لي طن 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 لوس دوكومنتاريوس اوريجيناليس كي خوستيفيكان لا انتيداد دي لوس استرانجيروس دوكومنتوس اوريجيناليس. وهنا ثالثا الامبادرونامينتو يعني سيرتيفيكاو دي امبادرونامينتو ديال شهاده السكنه. سي دي بي اكريديتار التيتولو، هنا دي بي كومباريسير يعني صاحب المنزل، وما يكونش هاد الشخص كينو ايا كيريدو كون انتيريداد لا اوتوريزاسيون دي اوترا اكتا كون سيميلار كونتينيدو، يعني ما يكونش عمل هاد الشهاده مع شخص اخر، يعني هاد الشهاده هادي ما يكونش عملها مع واحد اخر باش تكون مقبوله، سمعتوني؟ لان كاين استغلاليين، كاين الناس اللي كيعملوها ما ربما ما نعرف يقدروا يعملوها غراتيس يعني في سبيل الله، وكاين اللي كيبغي يتخلص، والمشكل انه ما كيكونش كيتوفر على الشروط اللي خصها تكون فيه، يعني باغي غير الفلوس وصافي. على هكا نقول لكم هاد الاوديو هاد الفيديو خصو يتبارطاجا باش الناس يعرفوا هاد الامور هذه. المهم انا نخلي لكم هنايا الصور كلها، ودابا خوتي غادي نخلي لكم مع الكمال ديال التسجيل الصوتي ديال هاد السيد، صراحة اللي هو جد مؤثر كما كتسمعوا. عليها كنعاود نكرر كنقول هادشي هذا يتبارطاجا باش حتى الناس اللي كيفكروا انهم يحرقوا يسمعوا هاد الكلام هذا مزيان. كذلك كاينة يعني هاد الشركة ديال الطيران ديال ايفيريا وطيران اوروبا ترفض إعادة المهاجرين إلى المغرب أخوتي، يعني هاد الشركات كيرفضوا أنهم يردوا المهاجرين إلى المغرب، وهنا كاين مفاوضات يعني مع شركات أخرى، لأن كاين مشاكل في العدد، لأن ما كتكونش طيارة خاصة اللي غادي تدي هاد الناس، بل كيكونوا هاد الناس كيكونوا مرفوقين بالشرطة، وهذا يعني كيكون وعاد كيكونوا المسافرين اللي كتنوض مشاكل في الطيران عليها الشركة ديال اير ماروك وديال اير اوروبا، يعني رويال ماروك عفوا، يعني الخطوط الملكية المغربية. غراندي مارلاسكا وزير الداخلية خصو يبقى يدي 60 مهاجر كل اسبوع، ولكن هادو فقط كيديو 20. المهم وبالاسبانيا انا قلتكم اير ايبيريا اير اوروبا ريتشاسان كوبرير لا ريباترياسيون دي ميغرانتس ا ماروكوس، وهنا المينيستريو دي انتريور استا recorriendo a Air Europa para repatriar a unos 60 migrantes cada semana con destino al Uyun al sur de Marruecos. Según han informado fuentes policiales al confidencial digital, Air Europa y Iberia han rechazado realizar este servicio y no se presentaron al concurso para repatriar a inmigrantes. انا قلت لكم يعني عندهم مشاكل مع هاد الشركات، وهنا كيقول الديبارتمنتو كي ريخي فرناندو غراندي مارلاسكا ا بريفيستو ديستينار 10.089 مليون دي يوروس بارا لا كونتراتاسيون دورانتي 18 ميسيس دي فويلوس تشارتر نو كوميرسياليس، يعني ما يقارب 11 ما يناهز 11 مليون ديال الاورو في 18 شهر الإعادة أو ريباترياسيون أو ديبورتاسيون ديال هاد المهاجرين. كذلك عليا تعطلت أنا بهذا الفيديو، كانت هنا تساؤلات وكانت منشورات
اللي كانت في المواقع، اللي كان واحد المنشور اللي كيقول يعني اخبار مفرحه للمهاجرين السريين من جزر الكناري، باللي كيقولوا باللي مسموح للمهاجرين المغاربه العالقين في الجزر والحاملين لجوازات السفر المغربيه فقط السماح لهم بالعبور الى الضفه الاخرى، شرط ان يكون مصحوبا باحد اقاربه حاصل على اوراق الاقامه في بلدان الاوروبيه. يعني هذا الخبر هذا، يعني انا سولت الناس وقالوا لي باللي لحد الان ما كاين لا تكذيب ولا تاكيد ديال هذا الخبر، يعني باقي ما كاينش لا التاكيد ولا التكذيب، يعني باش كل واحد كيتحمل المسؤوليه ديالو. هذا الخبر كيروج في المواقع ولكن ما كاينش التاكيد، وفي نفس الوقت ما كاينش التكذيب. تفاهمنا اخوتي، وغادي نخليكم مع التسجيل الكامل. تهلاو لي فراسكم، امسيه سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللايك ما تنساوش اللايك. انت ما عندي لا باسبور لا فلوس لا والو، فهمتيني؟ غير واقف الترابيزه كاع نطلع لفوق، ما عندي كيفاش نطلع فوق وما يمكنش ليا نطلع لفوق. وليد انا بيت نريح على وليداتي، خير وليد تلقاني عبد داكشي اللي قسم الله. خويا نصور هذه 50 درهم ولا اللي جاب الله نتشاركو مع وليداتي مقاربين حدانا، الله يجعل البركه احسن من هاد التكرفيس ديال هنايا. انا كيبان لي حيت جيت هنا عاد شفت بعيني، كنا كنسمعو كذا هادي هادي، ولكن ملي جيت انا هنا شفنا بعينينا وشفنا داك سمو، لان عجبتني اخويا. اللهم اخويا نعيش بحد اللي قسم الله نعيشه مع ولادي، مريح وضحك معاهم ولعب وحسن ليا من هنايا. الله يجازيك بخير، خليت بنية وبقات فيا وما عرفتش اش من حل. داتنا كروز روخا الصراحة، درت المجهود الله، داتنا البارح داتنا البوليس من باش ترجعنا حنا شي 6، فهمتيني؟ داو واحد خاين عنده باسبور، داو مازال البارح دغيا، داو وصل العيون مازال البارح، وحنا يا 5 رجعونا قالين ودي خاصك تمشي عند القنصليه تخلصوا واحد الورقه، ما تدير شي 200 درهم ولا مرسي 100 درهم، المهم تخلص من القنصليه. تسنى عند القنصليه قال لهم بان خاصكم، وقالوا لي خاصكم تدوزوا التحاليل. مشينا القنصليه قلنا لهم ودي خاصكم، قالوا لي خاصكم تدوزوا التحاليل. التحاليل ما كدير شي 27000 واقيله بحال ما هكاك، على ما اظن واقيله بحال ما هكاك على ما اظن. وديك الساعه نقطعوا البي والله العظيم، الا كان ما في حارس قسما بالله. واحد السيد هو اللي في حاله قال لهم انا صوب هذا الشيء، وانا بحالي انا والله العظيم الا اش نقول لك، والله انا والله ما داير شي 7 اور في جيبي بالله. كان ما المهم كروز روح درت مع المجهودات، قالت لينا ودي راه غادي نشوفوا كيفاش غنديروا لكم التحاليل. المهم غير تشاوروا بعدا وكذا، يدفعوا بحال قلتي يدفعوا لينا الدوسي ولا شي حاجه، يتشاوروا عاد ديك الساعه يشوفوا لنا التحاليل. وبغينا شي حل، بغينا نرجعو شي المغرب، لكن شي حل بسيط دغيا. والله العظيم ما حامل نزيد شي 10 ايام انا هنايا على حساب ولادي، بقاو فيا قسما بالله. والله العظيم والله العظيم الا ما حامل نزيد والله 10 ايام هنا، بقاو فيا الدراري والله العظيم. خليت بنية صغيرة عندها عام كوني، والله العظيم ما عندها حتى الحليب ما تشرب قسما بالله، والله ما عندها الحليب. بغيت نرجع نمشي نصور انا ديك الصيادرة تشربو بنتي قدامي، نسيطرو ديال الحليب نصورو في المغرب وتشربو قدامي، والله العظيم الا عندي الفضل خير ليا نجي هنا نغب. دابا مكرفس انا ومكرفس ولادي، انا بقاو فيا ولادي، كل ما عندي ولادي هاني، ولكن على اجل ولادي قسما بالله. اخي عثمان الا لقينا الا شي حل شي طريقه كيفاش يرجعونا ببساطه للمغرب، والله المهم درنا واحد الغلطه خلصنا عليها فلوس وزينه وكنحسبوها نجيو ونخدمو ونفرحو وريوسنا ونفرحو عائلتنا تاع حنا، ولكن شي كتاب ما نمشى فين مشى انا الله. المهم كتجربه وصافي هادشي اللي كاين اخويا عثمان. انت سي عثمان انا راه عندي كلشي، انا عندي انا راه عندي جيب معايا حتى اوراق ديال الحاله المدنيه زعما، فهمتيني؟ زي الوراق ديال الحاله المدنيه مصورهم زعما ديال البنيه وديال الزوجه ديالي، عقد الزواج لا كارت ناسيونال زعما، هنا ماشي مشكل ماشي مشكل بحال هنا بحال غير. وكان او كان انا بقى في هذوك الدراري باش نخليهم بوحدهم.